فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول عندي طيور من الحمام، وعندما أذبحها فإني أقوم بقطع الرأس كاملا عند الذبح ولا أنتظر حتى يموت تماما، فهل ذبحي وذكاتي صحيحة؟ مكروه، هذا مكروه، مكروه أنه يقطع رأسها يعني قبل تموت، يذكيها فإذا ماتت يقطع رأسها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.